عشان تبي تقولي لا، عشان تبي تقولي لا. بالعكس، الاغنيه دي مقصود بيها ان انا اتريق على الشاب اللي هو بيبقى رومانسي قوي، واول ما البنت بتقوله لا بيتجنن، وبيبقى باين جدا ان هو مجنون، وبيبتدي ان هو يشتم في البنت او يقول عليها كلام مش حقيقي، او يعاملها وحش، او يعاملها بذكوريه انسكيور وفيها نقص.